بما ان احنا في التمثيل نكمل في التمثيل، تمثيل كمان صعب لان هم بيعملوا زي اوديشن وبيعملوا مواقف ويقعد يمثل، يعني حاجه مش سهله برضو قوي يعني. خليني اشوف النجم التاني عبد الله عبد الغني، وهو ايضا احد نجوم الموسم الاول من الدوم. مساء الخير يا عبد الله. مساء الفل، مساء اخبارك الفل ايه؟ على الناس الجميله كلها بتتفرج علينا. اخبارك ايه يا عبد الله؟ انا بخير الحمد لله، انت اخبار كمان حضرتك من ايه؟ القاهره ولا من احد المحافظات؟ انا من القاهره من القاهرة. طيب كلمني عن تحديدا. التجربة بشكل عام، يعني كنت متخيل بقى ان انت توصل للبرنامج ويساعدك وتبقى دلوقتي بنقدمك احد نجوم الموسم الاول؟ والله هي الحمد لله الواحد من قبل البرنامج واحنا بنشتغل مسرح وبنعمل فيديو وبنعمل سينما، والحمد لله على حاجات بسيطة، بس الحمد لله كانت مديانا ثقة. الشغل دايما بيخلي الواحد واثق من نفسه في أي تجربة بيخشها. الدوم كانت تجربة في الحياة، يعني فارقة بالنسبة لأي بني آدم كان موجود جوه البرنامج، تمام. والحمد لله اكتسبت منها خبرات كتير. ازاي تشتغل تحت ضغط، ازاي تجيب المشهد وانت في ورشة عمل، وتشتغل على نفسك مع المدرب، وتشتغل على نفسك مع نفسك. اوقات كتير ما كناش بننام عشان خاطر نعرف نشتغل ونطلع الشغل زي ما هو طالع الحمد لله يعني. تمام. فلا تجربة مهمة طب مهمة جدا جدا، اتعلمت عنها كتير. انت شايف يا عبد الله ان التجربه دي فعلا بتساعد الموهوبين واللي عندهم موهبه ومش عارف يوصل ازاي او يروح فين؟ فهي تجربه شرعيه جدا، قناه باينه قوي انها تساعد الناس، لو كنت موهوب هتنجح في التجربه دي. بالظبط، هي بالنسبه لي انا هي ما خسرتنيش حاجه، هي بالعكس هي افادتني كتير. اول حاجه التجربه جديده على اي ممثل او اي موهوب هيخش يقدم في البرنامج في اي فئه. الشغل تحت ضغط دي حاجه، التمثيل بالذات تحت ضغط شيء صعب، بيبقى الموضوع ضغط على النفس بتحلم والمشاعر تعمل ادوار ايه؟ والتمثيل. يعني بتحلم تعمل ادوار ايه يا عبد الله؟ والله ادوار كتير لسه قدامي كتير عشان اعرف احدد سؤال زي ده، لكن هي ادوار كتير نفسي اعملها واحققها، واتمنى من كل المشتركين الجداد في البرنامج ان هم يكملوا بشغف وبطاقه حلوه، لان البرنامج هيقدم لهم كتير وهيقدمهم لناس عمرها ما شافتهم. أكيد. كمان من لجان التحكيم احنا بنسعى كتير ان احنا المخرجين والنجوم دول يشوفونا، طبعا. فالبرنامج بيوفر لنا ان هو لا انا جبت لك الناس دي لحد عندك عشان توريهم موهبتك، صح، فهي فرصة كبيرة وتاخد لأي موهوب بجد. تعليقاتهم وتاخد نصايحهم. يعني أنت حسيت إن البرنامج بالظبط، خطوة أثرت عليك خطوات كتير؟ جدا جدا دي حقيقة. أنا قبل البرنامج كنت حاجة، وقبل البرنامج وبعد البرنامج بقيت حاجة تانية، حتى أكيد. لو كسبت قاعدة جماهيرية بسيطة صغيرة بس فرقت معايا جدا، وفرقت معايا في طاقتي ان انا اكمل مشواري أكيد في المجال ده يعني. أكيد. أنا هاخد من جملتك كمل مشوارك، البرنامج حطك على الطريق وإن شاء الله تكمل بموهبتك ومشوارك وتوصل لكل أهدافك اللي أنت عايزها. عبد الله عبد الغني أحد نجوم الموسم الأول من الدوم، ده اللي إحنا بنقوله مصر ولادة.